هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا في القرية وقبل صلاة الجنازة يكون هناك موعظة، وأنا إمام مسجد، فإذا لم أقل هذه الموعظة فإنها تكون فتنة ويقوم بها بعض الصوفية، فهل فعلي؟ بيّن للناس، ما هو بتتركها ولا تبين للناس إن هذا ما هو بسنة، وأنه ما ورد فيه شيء ولا دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعرفوا سبب الترك. فإذا بينت لهم فقد برئت ذمتك. نعم.